مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى تتوالى سلسلة من الاضطرابات الجوية على مناطقنا الشمالية إلى غاية يوم الخميس بحول الله. من حين لآخر سنشهد فترات صحوة، تارة زخات من الأمطار المحلية نحو السواحل، قد تكون مرفوقة بخلايا رعدية نحو السواحل الوسطى. الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا على كل المناطق الساحلية حتى بالمرتفعات الداخلية نتيجة لتسرب الهواء البارد. إذا الثلوج محتملة دائما نحو القمم الوسطى والغربية التي يفوق علوها 1000 متر. بعض الأمطار الضعيفة والمحلية نحو الصورة شمال الصحراء، سحب عابرة بمنطقة الواحات، وأجواء مستقرة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية. الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب درجة واحدة تحت الصفر بباتنا سطيف خنشلة حتى بالبيض وسعيدة، ما بين 6 إلى 8 درجات بسواحل، 4 درجات بتيزي وزو، 8 درجات بمنطقة الواحات، 9 بالثورة، 10 درجات بغردايا وثمن راس أقول، 13 بكل من أدرار تيميمون إن صالح حتى بإليزي وجانات، ترتفع إلى 19 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوى تبقى باردة بالمناطق الداخلية الوسطى والغربية، مقاييس ما بين 7 إلى 8 درجات، تصل 14 بالعاصمة بوهران تيزي وزو قسنطينة، 13 درجة بباتنا وسطيف، 19 بشمال الصحراء، 17 بمنطقة الواحات، في حدود 20 درجة بالثورة، 25 درجة نحو تندوف، 28 درجة بالصحراء الوسطى كذلك بجانت، وترتفع إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب إلى كثير الاضطراب نحو السواحل الوسطى والغربية، رياح معتدلة أحيانا تشتد لغاية 50 كيلومتر في الساعة بسواحل الوسطى والغربية. أما عن الاتجاه سيكون من شمالي غربي إلى شمالي تماما نحو السواحل الغربية، جنوبي غربي إلى شمالي غربي نحو السواحل الوسطى، بينما نحو السواحل الشرقية الرياح تكون تارة غربية تارة جنوبية غربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الثلاثاء، سنسجل أيضا عبور اضطراب جوي آخر سيكون مرفوق ببعض الأمطار الرعدية نحو السواحل الغربية، أمطار ضعيفة ومحلية نحو السواحل الوسطى والشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا. الأمطار ستكون خلال الظهيرة بحول الله. الثلوج نتيجة لتسرب الهواء البارد تبقى محتملة نحو القمم التي يفوق علوها 1000 متر. بعض الأمطار المحلية غير مستبعدة نحو منطقة الثورة وشمال الصحراء. درجة الحرارة تبقى مستقرة على العموم، أيضا استقرار في الوضعية الجوية نحو الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب. يوم الأربعاء تحسن في حالة الطقس نحو المناطق الغربية، بعض الأمطار تبقى محتملة نحو السواحل الوسطى والشرقية مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبيا. الأمطار تكون أحيانا تحت وقع الرعود، ثلوج دائما تبقى مرتقبة نحو القمم الوسطى والشرقية التي يفوق علوها 1000 متر. بعض الأمطار المحلية دائما تبقى محتملة بشمال الصحراء الصورة، وتشمل هذه المرة أيضا منطقة الواحات. استقرار في درجات الحرارة مع ارتفاع طفيف نحو المناطق الشمالية خلال يوم الخميس، ارتفاع لدرجات الحرارة مع بعض الأمطار نحو المناطق الغربية، سحب عابرة بسواحل الوسطى الشرقية حتى بالنسبة للمرتفعات الداخلية، نفس الوضعية الجوية بالمناطق الجنوبية مقارنة بيوم الأربعاء. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و21 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و40 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.